لا الله، السلام عليكم ورحمة الله. هواي شباب بنات ولد يدورون على مشاريع ناجحة، يدورون على شغل ما يلقون، يدورون على عمل ما يلقون، دائما المصاريف ما تجيبهم ما تبقى، حياتهم ما مستمرة 100% بالأمور المادية والمعيشة. والله وبالله وتالله وحق نور مولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أقوى مشروع جربته والتمسته وخلال هاي السنين اللي أنا أعمل بيها بهذا الاختصاص، شغلتين تسووها مضمونة 100% بأن حياتك نحو الصعود مو نحو النزول. الأولى رضا الله، بالدرجة الأولى رضا الله، صلاتك عبادتك كل شيء يغضب الله وخر منه. والثانية وهي بمستوى الأولى رضا الوالدين. هاي هذني بحياتك خليهن بعيونك اليمنى واليسرى وشوف الله سبحانه وتعالى شلون راح يوفقك، شوف المال شلون راح يصير عندك، الصحة العافية وضعيتك حياتك كلها راح تستقر بهذني شغلتين، رضا الله ورضا الوالدين إن شاء الله. الله لا يحرمكم من هاي الأمور، وأهم شيء لا تنسوا الوالدين. خالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.